بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم اليوم على ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم يعتبر من اهم الامراض الشائعة في مصر وعالميا. يمكن نسبة الاحصائية في مصر حسب الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم ان 26% من المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهذه النسبة تمثل نسبة كبيرة. المشكلة الثانية ان نسبة المرضى المسيطرين على ارتفاع ضغط الدم ومظبطين الضغط عندهم تصل الى 8%. وعالميا في امريكا وفي المانيا الدول المتقدمة نسبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم تصل الى 20%، فدي طبعا تعتبر نسبة قليلة. ارتفاع ضغط الدم يمثل مشكلة لان في خطورة من استمرارية ارتفاع ضغط الدم وعدم تظبيطه على المخ، على القلب، على الكلى. على المخ، ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي الى جلطات في المخ او نزيف في المخ. على القلب هيؤدي الى تضخم في عضلة القلب، هبوط في عضلة القلب يساعد على قصور الشريان التاجي. على الكلى قد يؤدي على الزمن الطويل والاهمال في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي الى فشل كلوي. فدي نقط مهمة جدا بالنسبة لارتفاع ضغط الدم ومخاطره. مشكلة ارتفاع ضغط الدم حتى بيسموه سايلنت كيلر. سايلنت كيلر يعني القاتل الصامت، لان لا شكوى له. ارتفاع ضغط الدم لا شكوى له. معظم الناس بتفتكر ان صداع دي يبقى بسبب ارتفاع الضغط. لا، الصداع ده له اسباب كثيرة، اخرهم هو ارتفاع ضغط الدم، ودي في حالة الارتفاع الشديد. فالضغط لا شكوى له. فيجب ان اي انسان بالغ سنه 40 سنة لازم يبقى عارف ضغطه ايه، ولو الضغط متظبط بيتابعه كل 3-4 سنين. لو الضغط الان مرتفع شوية يبقى بيتابعه فترات قليلة. يبقى لابد ان انا يبقى فيه متابعة لضغط الدم عشان اقدر اعرف ان اول ما الضغط ارتفع اقدر اسيطر عليه. الحاجة التانية ان الناس اللي عندها استعداد لارتفاع ضغط الدم، يعني احنا بنقول ضغط الدم مرتفع يبدأ من 140 فوق على 90 تحت. 140 على 90 فما فوق، ده هنقول في ضغط دم مرتفع. طيب ضغط دم مرتفع ده هو لو واحد عنده ضغطه 130 على 85، ده هنعتبر ان هو عنده استعداد لارتفاع ضغط الدم. الاستعداد لارتفاع ضغط الدم ده هو مهم جدا يبقى فيه متابعة، مهمة جدا الوقاية من، هنتكلم على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم في الاخر، انما مهم جدا يبقى فيه متابعة للضغط. نمرة اتنين، ارتفاع ضغط الدم لابد الطبيب هو اللي هيشخص هل الضغط الدم ده مرتفع ولا مش مرتفع. لابد لازم يبقى فيه اكثر من قراية، لازم المريض يبقى ريلاكسد، ما هوش في عامل مجهود قبل قياس الضغط، ويتقاس اكثر من مرة سواء في العيادة او سواء حتى خارج العيادة. يعني في اجهزة تقيس الضغط في المنزل، او في اجهزة تقيس الضغط 24 ساعة عشان ناخد القرار هل انت اولا انت مريض ضغط دم مرتفع ولا لا. دي نمرة واحد. مش اي قراية لقيته مرتفع ادي او جه في العيادة قاس لقاه مرتفع يبقى هو مريض ضغط. لا، نمرة واحد لازم اشخص هل انت مريض ضغط ولا لا. دي عن طريق الدكتور هيقيس اكثر من قراية، او عن طريق ان انا اركب جهاز يقيس الضغط 24 ساعة وعلى ضوءه ادي اقرر انت مريض ضغط ولا لا. نمرة اتنين، انت مريض ضغط لابد اقرر هل انت محتاج علاج دوائي ولا مش محتاج. مش كل مريض ضغط محتاج علاج دوائي. انا ممكن رياضة، نقص وزن، تقليل الملح، كلام زي ما هنقول خطوط العلاج اللي هي بدون ادوية. مش مريض، ما قررنا ان انت مريض ضغط ومحتاج علاج دوائي يبقى هو الطبيب اللي يقرر. الطبيب يقرر انت محتاج، يبقى لازم هاخد علاج دوائي ومتابعة للضغط عشان يكون نظام. مش المشكله في ايه؟ المشكله ان انا لا اعلم ان انا عندي ضغط. المشكله الثانيه ان انا لو اخدت علاج الضغط ممكن اخش علاج ضغط. المشكله الثالثه ان انا لو اخدت علاج الضغط ما كملش بيه، الضغط اتظبط، اقول انا خلاص ضغطي اتظبط ما فيش داعي ان انا اكمل علاج ضغط. فدي هي دي المشكله اللي بنوصل بيها في النهايه، ان نسبه المرضى اللي هم ضغطهم متظبط نسبه قليله جدا. فانا لو انا نمره واحد انت مريض ضغط ولا لا، نمره اتنين انت محتاج علاج دوائي ولا لا، نمرة ثلاثة لو انا اخدت علاج دوائي يبقى لازم همشي بيه على طول ومتابعة
مع الطبيب ان انا بهذا العلاج الدوائي ضغطي اتظبط بالمعدل المطلوب بالنسبه لحالتي. كل شخص مختلف عن الاخر، يعني ممكن نفس القرايه ادي في شخص ونفس القرايه في شخص، شخص اقول له لا انت مش محتاج علاج دوائي، والاخر اقول له انت محتاج علاج دوائي، على حسب تقييم الدكتور لحاله الشخص اللي قدام مني. فانا ما بعالجش ارقام، انا بعالج شخص، بعالج مريض. وانس ان انا اخدت العلاج الدوائي ضغطي اتظبط، يبقى لابد فيه متابعه، ولابد ان انا المبدا ان انا همشي بيه مدى الحياه، همشي بيه مدى الحياه. قد يكون في فترات ان انا محتاج ازود الجرعه، قد يكون في فترات انا محتاج اقلل الجرعه، انما فكره توقيف العلاج الدوائي دي فكره خاطئه، لازم استمر بيه. طب انا لما هستمر بالعلاج الدوائي وضغطي متظبط اخدت حمايه؟ نعم اخدت حمايه. ادي احنا لسه بنقول مخاطر الضغط على المخ والقلب والكلى، ايوه كده، انا لما هظبط ضغطي واخد العلاج هحمي المخ، هحمي القلب، هحمي الكلى. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الاخرى ان انا لازم بجانب العلاج الدوائي حاجه اسمها لايف ستايل موديفيكيشن، يعني لازم اغير اسلوب حياتي، اغير اسلوب حياتي. اللي بيشرب سجاير لابد ان الاقلاع عن التدخين، التدخين احدى العوامل المساعده على ارتفاع ضغط الدم، فالتدخين ضار، ده ناهيك عن المضار الاخرى كثيره على شرايين القلب وجلطات القلب، انما التدخين ضار بارتفاع ضغط الدم. نمره اثنين تقليل الملح، في نسبه كبيره جدا من المرضى حساسين للملح، انت مجرد ان انت اكلت اكل حد النهارده او ملحها مرتفع يرتفع الضغط على طول، فيبقى لابد ان انا تقليل الملح الطعام ده مهم جدا، امتناع عن مخللات، يعني انت ما بنقولش عادم، بنقول قليل من الملح، يعني في الطبيخ هتحط قليل من الملح، انما اثناء الاكل ما تاكلش مخللات. نمره ثلاثه الرياضه، الرياضه مهم جدا، الرياضه مهم جدا، ان انت رياضه حتى المشي، ان انت اكسرسايز، ان انت تمشي نص ساعه، ادي من 5 إلى 7 مرات اسبوعيا، ادي دي مهمه جدا ومفيده جدا لضغط الدم. الوزن، كل كيلو جرام من الوزن بينزل بيساعدني على تظبيط الضغط فوق وتحت. الاكلات المعينه، الفواكه، الخضروات الطازجه، الامتناع عن الدهنيات، كل ده بيساعدني على ضغط. العوامل دي كلها ممكن قوي تنزل الضغط كاني انا باخد دواء، كاني انا باخد دواء، فمهم جدا ان انا يبقى العوامل دي كلها مجتمعه عشان تساعدني على تثبيت الضغط. فاللايف ستايل موديفيكيشن ده او تغيير نظام الحياه في الرياضه والاكل والوزن والسجاير ده مهم جدا لكل مرضى الضغط، لكل مستويات الضغط. في بقى جروب او مجموعه من الناس هتحتاج علاج دوائي بجانب التظبيطات اللي قلناها دي، وفي مجموعة أخرى ما مش هتحتاج علاج دوائي وهيغنيها عن احتياج العلاج. بل اللي بياخد علاج دوائي ممكن بدل دوائين ياخد دواء واحد لو ظبط نظام حياته، ادي لو بياخد 3 ياخد 2 وهكذا، لو بياخد جرعة عالية ممكن أقلل الجرعة وهكذا. إنما استمرارية على علاج الضغط، ادي متابعة الضغط، متابعه ان الضغط فعلا متظبط بالمعدل المطلوب بالنسبه لكل شخص، ده مهم جدا لحمايه الجسم. واتمنى للجميع الشفاء، والسلام عليكم ورحمه الله.